أخبار اليوم. المؤتمر والأحداث النهاردة يعني. والله أنت عارف المدينة فتحة زراعيها لاستقبال أي بطولة وأي مؤتمر، اللي احنا بنسميها مدينة المؤتمرات العالمية، دي حقيقة لما لها من مقومات ومن جو رائع ومن إمكانيات جبارة. احنا بنقول النهاردة دي بطولة من البطولات اللي احنا استقبلناها خلال الفترة الماضية. استقبلنا بطولات عديدة جدا، استقبلنا بطولة الكاراتيه، استقبلنا بطولة سكواش، استقبلنا بطولة فروسية دولية، استقبلنا بطولة كرة السرعة الدولية. النهارده بنستقبل الترايثلون الدوليه 32 دوله، وبقول ان احنا جاهزين لاستقبال اي بطوله دوليه او عالميه. وعلى فكره احنا الاطقم بتاعتنا في المدينه مدربين تماما، بيسخروا كل امكانيات المدينه لنجاح اي بطوله. ولذلك احنا بنطالب الاتحادات العربيه والدوليه والمصريه سرعه اقامه البطولات عندنا هنا، واحنا جاهزين لاستقبال اي بطوله عالميه لما له طبعا من رسائل بترسل للخارج. ويعني طبعا لما 32 دولة موجودين بيجوا بيقضوا بطولة سعيدة وبيمشوا، كلام بكله بيحقق بالخارج نتائج إيجابية بتنعكس على السياحة وعلى دعم السياحة. فبنقول احنا بنشتغل الرياضة في خدمة السياحة، دي حقيقة يعني احنا قايمين بيها. وهل ده أثر النهاردة على السياحة أو في طبعا طبعا ما انت يعني النهاردة انت عندك على الأقل مش أقل من 500 عضو موجودين حاليا من 32 دولة ورجال إعلام وصحافة وخلافه، فدول كلهم بيعملوا زخم في المدينة وحركة في المدينة. والمهندس خالد عبد العزيز بعت 50 متطوع من الشباب موجودين معنا هنا، كل ده بيشكل طبعا دعم وتنشيط وحركة في المدينة احنا طالبينها. لأن احنا السياحة الروسية والإنجليزية لسه ما جاتش، بس بنقول يعني ده تعويض سريع ودعم للمدينة في صورة تحريك المحلات والبازارات والأماكن اللي موجودة هنا، وحركة في الشارع وزخم ورفع روح معنوية لأهالينا ومواطنينا اللي موجودين هنا، فبيبقى ليه تأثير فعال يعني كويس. احنا طبعا انت عارف ان احنا الأزمة يعني من أصعب الأزمات اللي عدت علينا هي أزمة الطيارة الروسية. إنما عايز أقول إيه؟ عايز أقول دي كلها حاجات يعني مفتعلة، أرادوا أن يكافئوا الإرهاب والمدينة الجميلة دي تحارب بالمنظر ده، إنما إحنا لن يستطيعوا أن يطفئوا أنوارها زي ما أنا قلت. وإحنا بنحاول نحتوي هذه المواقف، وبنقول إيه، إحنا استقبلنا مؤتمرات من أسبوع، استقبلنا بطولات الشهر اللي فات، بنستقبل بطولات، قلت لك بطولات كبيرة جدا وقيمة. عندنا خلال الثلاث أشهر اللي فاتوا دول عندنا حفلات، عندنا كفنان عاصي كان لسه موجود الأسبوع اللي فات، 20 طيارة من لبنان وصلوا كانوا موجودين عندنا هنا. عايز اقول وجوم وحضروا واستمتعوا ومشيوا، الحياه شغاله واحنا بنحاول نخلي الحياه شغاله. بس هو الاشغال هو طبعا اللي لسه ما وصلش لطبيعته، يعني احنا ما عديناش 25% منذ حادث الطياره حتى الان، ما عديناش 25%. فبنقول يعني رب ضاره نافعه، وان شاء الله الامور يعني احنا كل الطلب اننا عملناه في المطارات، الاجراءات الاضافيه عملناها في المطارات، وديك شايف اللي بيخش المطار بتفتش مرتين تفتيش ذاتي، يعني في اجراءات امنيه كبيره جدا وشديده جدا منفذينها. فيعني الكره في ملعب بقى هذه الدول اللي هي قطعتنا، اللي هي طبعا الله اعلم ايه اغراضها من وراء المقاطعه. النبي بنقول يعني الكره في ملعبهم دلوقتي، اهلا وسهلا بيهم، عايزين عوده سريعه عشان المدينه ترجع تنتعش والسياحه ترجع تنتعش، وولادنا بقى ما تحرموش من السياحه. رسالتي للعالم كله، لا وهي رساله للشعب المصري ان انا بشكره، بوجه له الشكر. الشعب المصري وقف جنبنا، الشعب العربي موجود معانا، الاردنيين موجودين، السعوديين موجودين، اللبنانيين كانوا موجودين الاسبوع اللي فات، الدول العربيه كلها موجوده معانا هنا. وده طبعا يعني ميزه كبيره ان في تقارب كبير. انما طبعا بنقول بقى لدول العالم، بنقول لدول العالم يعني ما يصحش ابدا ان انتوا تكافئوا الارهاب وتحرموا المدينه دي على حدث ما نعرفش ايه سببه حتى الان، ولسه لم تتضح اسبابه، ان انكم تعاقبوا هذه المدينه الجميله وعايزين تطفئوا انوارها، وده مش هيحصل ابدا ان شاء الله. وبنقول لكم برضو اهلا وسهلا بيكم، كل الاجراءات اللي طلبتوها، كل الاجراءات الاضافيه اللي طلبت المطارات اتعملت، ما فاضلش بقى الا يعني عين العقل والرجوع للحقيقه، وتسمحوا ل يعني مواطنيكم ان هم يجوا هذه المدينه الجميله حتى يستمتعوا
واولادنا طبعا يشتغلوا. شكرا. شكرا. شكرا.